أبدأ أولا بالترحيب بكم جميعا كمساهمين في هذا الكورس. وقبل ما أبتدي يعني بأشيد وأتمن المجهود الجميل الرائع في ترتيب هذا الكورس العظيم. وطبعا أنا الحقيقة أول كورس اتعمل سمعت تعليقات من زملائكم السابقين، كان شيء مشرف وشيء مبهر، وواضح أن طبعا كان كله فيه تثمين لهذا المجهود الرهيب. نصيحتي زي ما قلت لزمايلكم اللي هم كانوا مشاركين في أول كورس أن الموجات الصوتية بتحتاج إلى المزيد من الصبر والمثابرة. وزي ما قال لي أستاذي أنا في أول مرة أتلقى كورس التدريبي في حوالي 40 سنة Ultrasound needs patience and patient. وطبعا يعني الرؤية بتختلف على حسب الخبرة، ودايما بنقول عشان نعزز الخبرة ان احنا لازم نشوف كتير، ولازم نتأمل كتير، ولازم نقرأ كتير، ولازم نشوف الصور كتير، لان طبعا the brain doesn't know, the eye can't see what the brain doesn't know، زي ما بيقول المثل الانجليزي. وانا دايما حتى بقول للطلبة في الكورسات دي، لو انا طالب طب ومعايا خطيبتي وقاعد في عربية قدام محل جزار وفي ذبيحة موجودة، بالنسبة لخطيبتي اللي هي طالبة مثلا في كلية أدبية، الذبيحة اللي شايفاها دي لا تعني بالنسبة لها غير جلد ولحم أبيض ولحم أحمر وعظام، إنما بالنسبة للطبيب اللي دارس أناتومي بتعني muscles bulging وinsertion ونيرفز وبلاد سبلاي وكل هذه التفاصيل اللي حضراتكم عارفينها، لأن طبعا العين بترى ما يترجمه المخ. فأتمنى لحضراتكم التوفيق الدائم، وأوصي بالمثابرة في الاطلاع وحضور الدورات التدريبية والندوات والاطلاع على الصور والأفلام. والحمد لله دلوقتي طبعا الميديا بتوفر، يعني اليوتيوب مليان نماذج ممكن تفيد في هذا الأمر، وأهم من ده المريض. حاجة تانية يعني أي ألتراساوند سيتنج لابد أن تكون مسبوقة بتاريخ مفصل، لأن الانتربريتيشن أوف ألتراساوند ما لم يكن في ظل تاريخ مفصل وفحص كلينيكي كامل ممكن يؤدي إلى شطط كبير قوي بتدفع ثمن المريضة. زي دايما بقول ان لو انا عندي مثلا ايكوجينيك ماس انسايد اليوترس، هذه الماس قد تحتمل انها ممكن تكون برودكت كونسبشن، ريتيند برودكت كونسبشن، بارت من بلاسينتا بوست بارتم، او فايبرويد بوليب، او ميوكاس بوليب، او فانجيتنج كانسر. ايه اللي هيحصل؟ يعني كلهم ممكن يدوا نفس المنظر لما نعمل التراساوند اكزامينيشن. اللي هيحدد او يفرق هو الكلينيكال سيتنج اللي احنا دايما بنقول هيستوري تيكينج اكزامينيشن اند ذن انفستيجيشن. التراساوند ما هو الا انفستيجيشن، ولا ينبغي ان تبدا المنظومه بالعكس. يعني ما ينفعش ان انا اشوف صوره واقول دي بتاعت ايه. الحاجه الثانيه اولوز دايما لما تقعد بعد ما تاخد هيستوري وتعمل اكزامينيشن الالتراساوند، خليه يجاوب على هذا الجهد الكبير. واتمنى لك التوفيق وربنا يجعله في ميزان حسناتك. الله يكرمك، ده من زوجك يا فندم ان شاء الله مع الدفعات الجديده. بس ان مودرن تايم نو جود براكتس وداوت التساؤل، لان طبعا انا لا اتخيل ان في اخصائي امراض نساء وتوليد دلوقتي ما لم يكن على درايه بمعلومات اساسيه او كورس اساسي زي اللي حضرتك بترتبه. ايوه، يقدر يدعي ان هو بيقدم خدمه للمريضه متكاملة بدون هذه المعلومات. خليك معايا دكتور ماهر، عندنا دكتور زياد إن شاء الله. شيء يعني كلش ممنونين من عندك دكتور، يعني ما أقدر أوصف يعني. تسلمي تسلمي. والله دكتور يعني حتى زوجي هو مهندس يعني مو شو اسمه، بس يقول هذا الرجال هذا الطبيب إيش قد تعب وياه. الحمد لله. يعني مليون مرة أكثر من شو اسمه الشكر لك. تسلمي تسلمي. دكتورة زينة تفضلي احكي. دكتور أول شيء طبعا مشكورة جهودك جدا، هاي أول شغلة. الشغلة الثانية، يمكن أنا الوحيدة البيدياتريشن الموجودة أخصائية أطفال، أنا الوحيدة اللي بعيدة عن كل المجال
والوحيدة اللي بديت من الصفر تقريبا، من الصفر لأنه ما لازم أبروب أبدا يعني سابقا، لأن بدي أطرش المجال بعيد. بس الحمد لله فضل الله وفضل محاضراتك فرق، وقدرت هسه يعني كل هواية أمور تغيرت عندي. طيب بديت أناقش حتى الراديولوجيست اللي ويانا بالمستشفى، بديت أدخل وياها وأعطيها معلومات جديدة وكأنه أني فتشي راديولوجيست يعني، رغم أنه أنا فتشي من الصفر وبعيدة عن الجايني وبعيدة. كلش ممنونين من عندك دكتور، يعني ما أقدر أوصف يعني. تسلمي تسلمي والله دكتور، يعني حتى زوجي هو مهندس يعني مو شو اسمه، بس يقول هذا الرجال هذا الطبيب إيش قد تعب وياك. الحمد لله يعني مليون مرة أكثر من شو اسمه الشكر لك. تسلم. فوائد كورس دكتور منير إنه بربط هاي مع هاي، يعني كثير أطباء بيفكروا إنه مثلاً الألتراساوند ريفلكس ذا دينسيتي أو أتوميك نمبر، ما إله أي علاقة بها. Yes. It is a matter of reflection according to the layer. فكلها بيوضحها يعني في his course. It is very nice يعني. ضروري. الحمد لله. يعني الحمد لله. مفروض أي واحد بده يتقن عمله في Obstetric Ultrasound أو Any Field of Ultrasound لازم يأخذ such course أنا كنت يعني يربط الناحية العلمية بالناحية التطبيقية. بعد إذن دكتور زيارة خير، والله يكون بعونكم أنتوا في الضفة. لك الخير. بعين الله حكيم. بعين الله. شكرا للجميع. شكرا دكتورة تقوى. شكرا لك أستاذ. شكرا لك وكيم. أستودعكم الله. شكرا دكتور زياد. يعطيكم العافية. السلام عليكم. في حفظ الله. مع السلامة. مع السلامة.